أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عدنا والعود وأحمد. اليوم مع موضوع شيق وجميل ولطيف إن شاء الله. قبل فترة شاركنا أحد الزملاء في مجموعة حماية من المعلومات خبر مفاده أن مايكروسوفت راح تلغي عدد من السيرتيفيكتس لبعض السيرتيفيكت أثوريتي. طبعا الخبر جاء توافقا مع الأجندة اللي محضرها أصلا لحساب نورجيتك، أنه راح نتكلم عن شيء قال له بابليك كي انفراستراكشر. ان شاء الله يا بعد سنابات الليله راح تتضح تبعات الخبر وتعقيداته. تابعونا. تكلمنا قبل فتره عن السيمتريك والايسيمتريك انكريبشن، وذكرنا ان الببليك كي هو احد الايسيمتريك انكريبشن. مراجعه سريعه كذا، قلنا الببليك كي يعتمد على تو كيز، الكي الاول هو برايفت لك شخصي، وببليك كي الكل يعرفه. وقلنا كان في مشكله في عمليه توزيع عشان أنا أشارك الناس البابليك كي حقي، كان في فترة سابقة يصير تجمعات كل شهرين أو ثلاثة شهور. إيش هدفها؟ اختصار اللي يحصل في الاجتماع أنه يطلعون الناس واحد واحد، أطلع أنا وأقول أنا اسمي حسين الجحدلي، اللي بيتواصل معي ترى هذا البابليك كي حقي 1 2 3 4 5 6. بدأت الاجتماعات عدد صغير مسيطر عليه، مع الوقت بدأت تزيد الأعداد، فأصبح عن براكتيكال سوليوشن، نحتاج نجد حل. من هنا طلعت فكرة البابليك كي انفراستراكشر، البي كي اي، بابليك كي انفراستراكشر. راح نعرف الان البي كي اي راح يوفر لي حاجتين. الاولى راح يعمل لي انكريبشن لانه اوريدي فيه انكريبشن كي. الحاجة الثانية راح يعمل لي اثنتيكيشن لاني اعرف الشيء. البي كي اي يتكون من اربع مكونات اساسية، طبعا هذه الاساسية لابد تكون موجودة في البابليك كي انفراستراكشر. راح نستعرضها واحدة. اول واحد اللي هو يطلق عليه سيرتيفيكت اثوريتي او يعرف كذلك بتراستد ثيرد بارتي. وش مهامه؟ السيرتيفيكت اثوريتي هي الجهه المخوله في منح السيرتيفيكتس، تتحقق مني اني اسمي حسين الجحدلي وتصدر لي سيرتيفيكت اني انا فعلا حسين الجحدلي. عن طريق السيرتيفيكت هذه انا اقدر اسوي الانكريبشن حقي ويقدرون ياخذونه الناس الثانيين عن طريق السيرتيفيكت اثوريتي هذه، او يطلب عن طريقه. انا ابغى اوصل رساله لسعد بن محمد، انا اتواصل مع السيرتيفيكت اثوريتي واطلب اقول انا ابغى اتواصل مع سعد بن محمد اعطوني البابليك كي حقه، يعطوني اياه دايري. لما حصل البابليك كي حق سعد بن محمد راح اعمل انكريبشن للرساله ما يفتحها له. بكذا انا قدرت اوصل للشخص اللي انا ابغاه بدون اصلا ما اقابله ولا اطلب منه المفتاح. طبعا السيرتيفيكت اثوريتيز في العالم معروفه ومعدوده، مو اي واحد يقدر يجي يفتح انه سيرتيفيكت اثوريتي، غالبا يكون لها تنظيم حكومي. يتساءل البعض يقول لك انا والله ما عمري طلبت اصلا بابليك كي ولا سيرتيفيكت لشخص معين او جهه معينه عشان اتواصل معها. نقول له صادق، عشان نجعل حياتك سهله، اي شخص يبغى يتواصل مع اي طرف او جهه عن طريق الانترنت يحتاج انترنت براوزر، فلذلك يوجد سيرتيفيكت. لذلك كل انترنت براوزر يحرص انه يكون اصلا مسجل ماخذ السيرتيفيكت من السيرتيفيكت اثوريتي عشان تسهل حياه الناس. طيب في مكون ثالث مهم كذلك، شيء يسمونه Registration Authority. وش هو Registration Authority؟ Registration Authority باختصار هو جهة تمنحها Certificate Authority صلاحيات انها تصدر Certificates نيابة عنها بطرق محدودة. هذه رسمة كذا متواضعة توضح الكوميونيكيشن انتراكشنز. Certificate Authority يعمل Delegation Registration Authority بعض الصلاحيات مو كلها، واي شخص او جهه ممكن انه يطلب ريجستريشن والحصول على سيرتيفيكت عن طريق ريجستريشن اثوريتي او السيرتيفيكت اثوريتي زي ما احنا شايفين، يا هنا يا هنا. اي طلب للسيرتيفيكت ولا ديليت للسيرتيفيكت ولا ريفوك ولا واتيفر كان الوضع راح يصير على ابديت في الشيء يسمونه السيرتيفيكت داتا. بعد كذا هنا الكمبيوتر حق الاندفجوال هذا اي اكسس له راح يكون اوريدي عنده سيرتيفيكت ستور في البراوزر. طيب شفنا الشخص كيف يطلب ريكوست للسيرتيفيكت وكيف انها يعمل لها ابديت على البراوزر، ويتم بعدين السكيور كوميونيكيشن. الانفراستراكشر كامل هذا له عيب جوهري، العيب انه حنا نبني ثقه داخل ثقه، بمعنى نثق في السيرتيفيكت اثوريتي اللي يثق في الريجستر. فهذه السلسله اصلا هي سلسله موثوق فيها، لكن لو في واحد من هذه السلسله غير موثوق فيه يعمل هنا كومبرمايز للتشين كامل. كثير من القطاعات زي البانكينج والإيكوميرس تعتمد على البي كي اي كسكيور مين اوف كوميونيكيشن،
عبر الإنترنت. لذلك لما حنا نقول إنه والله مايكروسوفت تنزع اعتراف عدة شهادات من 20 مركز موثوق، معناته فيه مشكلة عندنا، فيه فعلا خلل. لما عرفنا البي كي اي وعرفنا مايكروسوفت سحبت يعني شهادات 20 مركز موثوق، حنا نعرف الآن حجم الخطر اللي موجود في الإنترنت. فيه بديل للسيرتيفيكت أثوريتي في عمليات الاثنتيكيشن يعتبر برامسي، يعرف بالويب اوف تراست، وهو طريقة لعمل اثنتيكيشن بدل السيرتيفيكت أثوريتي. الويب اوف تراست هي طريقة ومفهوم مستخدم أصلا في البريتي جود برايفسي بي جي بي، راح نتكلم عليها إن شاء الله. اتمنى ان في ختام هذه السنابات فهمنا البابليك كي انفراستراكشر واهم مكوناته وتبعات خبر مايكروسوفت. وفي الحلقات القادمه ان شاء الله راح نتكلم عن الويب اوف تراست، وراح نتكلم عن البريتي جود برايفسي باذن واحد احد. والى ذلك اليوم نلقى.